أعزائي الطلبة والطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من حلقات المنطق. النهاردة هناخد مع بعض آخر جزئية معانا في المنطق، وهي المغالطات السورية والمغالطات الغير سورية. طبعا كلمة المغالطة هنا قال لي لغة من الغلط، حاجة خطأ. المغالطة معناها اصطلاحيا إن أنا عندي استدلال بيحتوي على خلل. يعني إيه؟ أنا درست الحصة اللي فاتت واتكلمنا عن الاستدلال الاستنباطي والاستدلال الاستقرائي. ركز معايا، وخدنا الحجة الاستنباطية والحجة الاستقرائية، وقلنا إن الاستدلال الاستنباطي بيركز على الصورة، بيركز على الشكل، بيركز حسب قواعد المنطق، قلنا الاستنباط عقلي. فبنقول إن في علاقة، النتيجة بتلزم عن المقدمات، النتيجة مستمدة من المقدمات. فبيقول لي إحنا النهاردة هنتكلم عن مغالطة، يعني في خلل، في غلط بين المقدمات وبين النتيجة. طب قبل ما أتكلم، قال لي إيه أسباب المغالطة دي؟ قال لي عدم استخدام قواعد المنطق. يعني أنا هنا في الغلط أو في المغالطة أنا بخالف قواعد المنطق. خلل في مقدمات الحجة، إحنا قلنا خدنا أنواع الحجة. طب أنا هنا لما أقول خلل في مقدمات الحجة والخلط بين الحجج، طب لازم تفسري لي كده ولازم نركز مع بعض. لما أقول مغالطات سورية يعني خاصة بصورة الفكر، خاصة بقواعد المنطق. لما أقول مغالطات غير سورية خاصة بمادة الفكر، خاصة بالواقع. يبقى المغالطات اللي هناخدها النهاردة شيء من الغلط مقسوم جزئين، جزء خاص بإن في خلل في المقدمة أو المقدمات والنتيجة كحجة من حيث الصورة، من حيث الشكل، من حيث علاقة المنطق، العلاقة بين المقدمات والنتيجة، عشان كده سميناها سورية، تركز على صورة الحجة. أما المغالطات الغير سورية بنتكلم فيها عن مادة الفكر أو الواقع أو المضمون، ودي هنشرحها بالتفصيل. طب نبدأ مع بعض. أول جزئية في رحلتنا هنبدأ في المغالطات السورية، اللي هي مين؟ صورة الفكر، اللي هي مين؟ قواعد المنطق. عايزين نعرف إزاي نخالف قواعد المنطق، إزاي تبقى تكون، إمتى تكون سليمة وإمتى تكون مغالطة. فبيقول لي تعالى نبدأ رحلتنا كده زي ما ركزنا، نوعين من المغالطة، سورية بنركز فيها على صورة الحكم، غير سورية بنركز فيها على الاستدلال الاستقراء اللي هو بيعتمد على مين؟ على الواقع الخارجي. يبقى الغير سورية بتعتمد على الواقع، والسورية بتعتمد على صورة الحجة أو الاستدلال الاستنباطي. قلنا يقيني عقلي، النتيجة جت منين؟ من المقدمات. النتيجة لا تتجاوز ما ورد المقدمات. هبدأ أعمل إيه؟ قال لي تعالى كده هنبدأ أول نوع. قال لي أنا عندي المغالطات السورية متعلقة بالاستدلال الاستنباطي. قلنا تعالى كده افتكر معايا ايه هو الاستدلال الاستنباطي. نتيجته لا تتجاوز ما ورد في مقدماته. النتيجة مستمدة من المقدمات. يعني انا بتكلم على العقل، من حيث العقل، من حيث قواعد المنطق. قال احنا النهاردة هنشتغل على القضية الشرطية. ركز معايا، احنا خدناها في الترم الاول. القضية الشرطية هي قضية مركبة تتكون من قضيتين يربط بينهم رابط قطع. افتكر كده معايا رابط الشرط. اذا طب القضيه دي بتتكون من ايه؟ قال لي عندي مقدم وعندي تالي. بالراحه عليا. طب تعالى نفهم بالراحه. بقول لك القضيه الشرطيه قضيه مركبه بتتكون من كام قضيه؟ اتنين، بيربط بينهم رابط شرط. اذا طب الجزء الاولاني، القضيه الاولى تسمى ايه؟ مقدم، والقضية الثانية تالي. بيقول لي إيه؟ إذا فاز الفريق بالمباراة ده مقدم، سيحصل اللاعبون على مكافأة مالية. حجة صحيحة. ليه اللي قدامنا دي صحيحة؟ ليه القضية اللي قدامي دي صحيحة؟ لأن بيقول لي في القضية الشرطية إذا تحقق المعنى في القضية الأولى لابد أن يتحقق المعنى في القضية الثانية. في هنا لزوم. بيقول لي إذا فاز الفريق بالمباراة ماله؟ إذا تحقق الفوز بالفعل للمباراة للفريق إيه اللي هيحصل؟
سيحصل اللاعبين على مكافأة مالية. يبقى أنا عندي مقدم وتالي، التالي ده مترتب على مين؟ جه منين؟ من نتيجة المقدم. يبقى إثبات المقدم يؤدي لإثبات التالي. إذا انخفضت الأسعار أقبل الناس على الشراء نتيجة انخفاض الأسعار. إذا تحقق المعنى في القضية الأولى وهو انخفاض الأسعار أدى إلى تحقق المعنى في القضية الثانية وهو إقبال الناس على الشراء. يبقى أنا بيقول لي يا جماعة النهاردة القضية المنطقية، القضية الشرطية دي قضية موجودة في المنطق، قاعدة من قواعد المنطق اللي هنتبعها. بيقول لي بتتكون من قضيتين بيربط بينهم رابط شرط، وبيقول لي قاعدة المنطق ببدأ بالمقدم في القضية الشرطية بنتهي بالتالي، وإذا تحقق المعنى في القضية الأولى لابد أن يتحقق المعنى في القضية الثانية. لغاية هنا تمام، أنا بتكلم على مين؟ على قاعدة المنطق. طب إيه المغلطة في كده؟ ركز بقى معايا. أول حاجة، أول نوع من أنواع المغالطات الشرطية مغالطة إثبات التالي. يعني إيه برضو مش فاهم؟ ركز معايا. عندك قضية أهي، إذا أمطرت السماء ابتلت الأرض. إذا أمطرت السماء ابتلت الأرض. أنا عندي إذا أمطرت السماء ده إيه؟ مقدم. ابتلت الأرض ده تالي. بدأ بإيه هو هنا؟ في الحجة اللي قدامنا بدأ بالتالي، بيقول لي ابتلت الأرض إذا أمطرت السماء. قال اللي قدامك دي مغالطة. ليه غلط؟ خلل. ليه خلل؟ ركز كده معايا من شوية. أنا قلت لك القضية الشرطية في المنطق بتتكون من جزئين، من قضيتين، مقدم وتالي. إذا تحقق المعنى في القضية الأولى هو مين؟ المقدم. إذا أثبتنا المقدم أثبتنا التالي. طب هنا عمل إيه؟ عكسهم يا ولاد. قال لي إيه؟ ابتلت الأرض بدأ بمين هو؟ بالنتيجة. إذن أمطرت السماء. طب ما ممكن يكون حد رش مية، مش معنى ان الارض اتبلت معناها ان المطره مطرت. ممكن يكون حد جاب خرطوم ورش ميه، جاب جردل وقعد يرش ميه في الارض. يبقى مش معنى ان الارض مبلوله ان المطره مطرت. قال لي عشان كده دي اسمها مغالطه، مغالطه اثبات التالي. لا يترتب عليه اثبات مين؟ المقدم. برضو مش فاهم. انا عندي، ركز كده معايا عايزك تكتبها ملحوظه، أنا عندي قاعدة صحيحة وعندي قاعدة مغالطة. القاعدة الصحيحة بتقولي إثبات المقدم يؤدي إلى إثبات التالي. إزاي؟ بص كده معايا في دي الصح. وهرجع لك تاني للي إحنا خدناها غلط. بيقولي القاعدة الصحيحة في المنطق إثبات المقدم يترتب عليه إثبات التالي. قاعدة صحيحة موجودة في المنطق، إذا أمطرت السماء ابتلت الأرض. أمطرت السماء إذا ابتلت الأرض. إذا تحقق المعنى في القضية الأولى إن المطرة مطرت لابد أن الأرض تبتلي. دي صح كده يا مس؟ صح. ليه؟ لأن دي قاعدة موجودة في المنطق حسب قواعد المنطق. بيقول لي القضية الشرطية، القضية اللزومية، نكتب مع بعض، إذا تحقق المعنى في القضية الأولى وهو المقدم يترتب عليه تحقق المعنى في القضية الثانية وهو التالي. إثبات المقدم يؤدي إلى إثبات التالي. دي القاعدة الصح في المنطق. يبقى أنا لما أقول أمطرت السماء ده مقدم، ابتلت الأرض ده تالي، في القاعدة الصح في المنطق ببدأ بمين؟ بالمقدم. أمطرت السماء إذن ابتلت الأرض. مطر السماء مطرت، ترتب عليها إيه؟ النتيجة اللي هي مين؟ ابتلت الأرض. يبقى دي صورة صحيحة للحجة. إثبات المقدم يترتب عليه إثبات مين؟ التالي. دي هنا دي إيه؟ صح. يبقى أنا كده أول قاعدة صح عندي كحجة صحيحة، إثبات المقدم يترتب عليه إثبات التالي. هبدأ بالمقدم وبعدين التالي. طب المغالطة في إيه؟ بص معايا. إذا أمطرت السماء ده إيه؟ مقدم. ابتلت الأرض تالي. بدأت بمين؟ بالتالي. بدأت برقم 2 مع إن القاعدة بتاعة المنطق بيقول لي إيه؟
أمطرت السماء ابتلت الأرض. إثبات المقدم يؤدي إلى إثبات التالي. أنا عملت مغالطة، عملت خلل، جبت التالي مكان مين؟ مكان المقدم، والمقدم مكان التالي. فقال لي إذا ابتلت الأرض إذا أمطرت السماء. قال لي لا يا جماعة، هنا دي غلط، هنا دي مغالطة، هنا في خلل، هنا أنا خرجت عن قواعد المنطق. إيه هي قاعدة المنطق؟ إثبات المقدم يؤدي إلى إثبات التالي. هنا أنا بدأت بمين؟ بالتالي. انتهيت بمين؟ بالمقدم. هنا مغالطة، خلل، قاعدة خطأ. ليه؟ إثبات التالي لا يترتب عليه إثبات مين؟ المقدم. تمام؟ يبقى أول قاعدة عندي صحيحة، إثبات المقدم يترتب عليه إثبات التالي. المغالطة بتاعتي إيه؟ إن هنا مغالطة إثبات التالي. أنا جبت التالي الأول وبعدين نزلت المقدم، يبقى أنا خرجت عن قاعدة الإيه؟ القاعدة الشرطية أو القضية الشرطية الأولى من حيث قاعدتها، إثبات المقدم يؤدي إلى إثبات التالي. يبقى أنا أبدأ بالمقدم وبعدين التالي، كده صح. أبدأ بالتالي وبعدين المقدم، دي كده إيه؟ غلط، أنا خرجت عن قاعدة المنطق. طيب، أدي أول واحدة. اتنين، مغالطة إنكار المقدم. يعني ايه مغالطة انكار المقدم؟ قبل ما اديك المغالطة انا لازم اديك الاول الصح ونرجع للغلط اللي احنا عملناه. قال لي انا عندي قاعدة في المنطق، ركز معاي، احنا قلنا دي المغالطات اسمها ايه؟ مغالطات سورية حسب قواعد مين؟ المنطق. يعني انا كل اللي بحله دلوقتي بخرج حسب قواعد المنطق. قال لي انا عندي قاعدة في المنطق صحيحة، ركز معايا، إنكار أو نفي التالي. في المنطق حاطط لي قاعدة بيقول لي إيه؟ تعالى كده، إذا أمطرت السماء ابتلت الأرض. يلا نفسر مع بعض ونكتب. أمطرت السماء دي إيه؟ مقدم، برافو. ابتلت الأرض تالي. طيب هنا بيقول لي إيه؟ بص كده معايا، لم تبتل الأرض. إيه اللي حصل هنا؟ لم، نفى، نفى مين؟ نفى ابتلال الأرض، إن الأرض مش مبلولة. قال لي إذن لم تمطر السماء. إيه اللي حصل هنا؟ قال لي في قاعدة في المنطق يا أولاد بتقولي نفي التالي يترتب عليه نفي مين؟ المقدم. تاني، نفي التالي يترتب عليه نفي المقدم. أنا نفيت إن الأرض مش مبلولة، وبالتالي نفيت ان السماء ما مطرتش. يعني دي قاعدة صح؟ قاعدة صح. تاني، اكتب معايا القاعدة الصحيحة في المنطق، قاعدة رقم 2 بتقول لي نفي التالي يترتب عليه نفي مين؟ المقدم. في مشكلة؟ مفيش مشكلة. انا بدأت بمين هنا؟ بالتالي. ماله؟ منفي، نفيته. نزلت بمين؟ بالمقدم. ماله؟ منفي. دي قاعدة صح؟ قاعدة صح. المنطق بيقول لي نفي التالي يترتب عليه نفي المقدم. طيب ايه الغلط بقى؟ قال لي الغلط، هرجع للي انا قلت عليه، اذا امطرت السماء ابتلت الارض، لم تمطر السماء اذا لم تبتل الارض. ركز كده معايا، احنا كتبنا ايه من شوية؟ افتكر، قلنا عندنا قاعدة في المنطق بيقول لي نفي التالي يترتب عليه نفي المقدم. قلنا الأرض ما تبلتش، السماء ما مطرتش. تمام، هنا بقى بيقول لي اللي قدامي دي مغالطة. يعني ايه مغالطة؟ قلنا خلل، خرجنا عن قاعدة موجودة في المنطق. ايه هي بقى؟ قال لي لم تمطر السماء إذا لم تبتل الأرض. هو نفى بمين الأول؟ ركز معايا، أمطرت السماء ده إيه؟ مقدم. ابتلت الأرض تالي. بدأ بمين بالنفي؟ بدأ بالمقدم. يلا ها، عكسها أهي، عكسها. لم تمطر السماء إذا لم تبتل الأرض، أدي التالي. قال لي دي مغالطة. ليه؟ مش معنى إن السماء ما مطرتش معناها إن يترتب عليها نفي المقدم
لا يترتب عليه نفي التالي. السماء ما مطرتش، بس انا ممكن اجيب ميه وارش. يبقى هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انا عندي قاعده وجيت في المغالطه خالفتها. تاني، انا نفيت التالي، قاعده المنطق الصحيحه بتقول لي نفي التالي يترتب عليه نفي المقدم. المغالطه هنا اللي عاملها بيقول لي بدأ بمين؟ بدأ بالمقدم، نفاه، نزل بالتالي منفي. قال لي هنا دي غلط. دي غلط ليه؟ مش معنى ان السماء لم تمطر هيترتب عليها ان الارض ما تتبلش. يبقى نفي المقدم لا يترتب عليه نفي التالي. امال ايه القاعده الصح؟ نفي التالي يترتب عليه نفي مين؟ المقدم. يبقى دي اسمها مغالطه انكار المقدم. يبقى انا كده خدت 2. ركز معايا، اول واحده قلنا القاعده الصحيح، اكتب معايا، اثبات المقدم يؤدي الى اثبات التالي، امطرت السماء اذن ابتلت الارض، دي قاعده صح. لكن لما اقول مغالطه اثبات التالي هبدا بمين؟ بالتالي. بقول امطرت السماء ابتلت الارض، هقول ابتلت الارض، بدات بمين؟ بالتالي. اذن امطرت السماء. هنا قال لي اثبات التالي لا يترتب عليه اثبات مين؟ المقدم. يبقى انا عكستها. طب القاعده الثانيه، قال لي نفي التالي يترتب عليه نفي مين؟ المقدم. هنا انا عملت الغلط، عكستهم، بدات بمين؟ نفي المقدم، نزلت هنا بنفي التالي، خرجت عن قاعدة المنطق. يبقى المغالطة خلل، خروج عن قواعد المنطق. يبقى أول واحدة قلنا مغالطة إثبات التالي، لكن الحجة الصحيحة بتاعتها، القضية الصحيحة بتاعتها اسمها إيه؟ إثبات المقدم. طب هنا مغالطة إنكار المقدم، نفيت المقدم لا يترتب عليه نفي التالي، دي مغالطة. طب الصح بتاعتها ايه؟ انكار التالي، نفي التالي. يبقى القاعدة الصحيحة ومغالطتها اثبات المقدم، ده القاعدة الصح، اثبات التالي دي المغالطة، انكار المقدم دي المغالطة، انكار التالي دي الصحيحة. يبقى انا عندي قاعدتين اساسيين موجودين، اثبات المقدم يترتب عليه اثبات التالي، نفي التالي يترتب عليه نفي المقدم. رحت واخدهم في المغالطة وعكستهم، جبت التالي مكان المقدم والمقدم مكان التالي، غيرت الأحكام، وبالتالي هنا خلل في شكل القضية، خلل في شكل الحجة، أصبحت مغالطة، خرجت عن قواعد مين؟ وشروط المنطق. قال لي طيب عندي حاجة اسمها مغالطة الفصل، إما أن مجدي لاعب كرة قدم أو لاعب سلة. مجدي لاعب كرة قدم، لذا مجدي ليس لاعب كرة سلة. طب إيه الغلط في كده؟ ليه سميناها مغالطة؟ وإيه هو الفصل ده؟ ركز معايا وهرجع تاني للمثال. بيقول لي إيه؟ بيقول لي هنا، أنا قبل ما أشرح لك كل الجزئية دي، أنا عايزة أوري لك إيه أنواع الفصل. الفصل في نوعين، فصل قوي وفصل ضعيف، دي قاعدة موجودة في المنطق. يبقى أنا لازم الأول أفهم الأساس وأشوف إيه الغلط اللي اتحط عليه. قال لي أنا عندي فصل قوي وهو فصل استبعادي، بمعنى قال لي ستهبط، تعالى كده ركز معايا، ستهبط الطائرة إما في الإسكندرية أو القاهرة. هنا بيقول لي إيه؟ في الفصل القوي استحالة إن الطيارة تنزل في اسكندرية والقاهرة في آن إيه؟ واحد، يعني في استبعاد، لازم أستبعد حد من البديلين، يعني القضية دي عندنا بديلين، اسكندرية أو القاهرة، دي بديلين. قال لي استحالة إن الطيارة تجمع بين اسكندرية والقاهرة في آن واحد، فسميناه فصل قوي، لازم نختار بديل واحد، ده اسمه الفصل مين؟ القوي أو الاستبعادي. لأقول الطائرة تنزل في اسكندرية، لأقول الطائرة تنزل في القاهرة.
فهمنا ايه الفصل القوي؟ تمام. الفصل الضعيف، اما ان اذاكر دروسي او استمع الى الموسيقى. طب ما انا ممكن وانا بذاكر او بقرا كتاب اروح مشغل موسيقى هاديه كده وابدا اذاكر عليه. اما ان اكل او اشرب، ما انا ممكن اكل واجيب بيبسي كده ولا حاجه واشرب جنب الاكل اللي يجري، او اشرب عصير اللي يجري، او اشرب كوبايه شاي او اشرب كافي ميكس اللي يجري، ان انا اجمع بين الاتنين. قال لي هنا فصل ضعيف عشان يمكن الجمع بين البديلين او اختيار احد البديلين. يعني الفصل الضعيف بيسيب لي مطلق الحريه، انا ممكن اذاكر بس وممكن اذاكر واسمع موسيقى كمان في وقت واحد. الفصل القوي لازم اختار حاجه واحده بس. الفصل الضعيف ممكن اجمع بين الاتنين في وقت واحد وممكن اختار احد البديلين، لكن ما بيقولنيش لازم تختار. يبقى الفصل الضعيف شمولي، يمكن اجمع بين الاتنين، يمكن اختار احد البديلين. لكن الفصل القوي استبعادي، بيقول لي لا ركز معايا، استحاله ان الطائره تنزل في اسكندريه والقاهره في ان واحد. يبقى انا عندي نوعين من الفصل. طيب اتفقنا كده. طب تعالى بقى كده اهو، بيقول لي ايه؟ انت في المثال اللي قدامك ده بيقول لي دي مغالطه، اما ان مجدي لاعب كره قدم او لاعب سله. مجدي لاعب كرة قدم، يبقى مجدي ليس لاعب كرة سلة. إيه اللي حصل؟ قال لي أنت في الحالة دي أنت عملت إيه؟ أنت خليت مجدي بيلعب كرة بس، وإن هو ملوش دعوة بمين؟ بالسلة. لو أنت قصدك في الحالة دي فصل قوي، ركز معايا. أنا إيه؟ في الفصل القوي قلنا إيه؟ نختار حاجة واحدة بس، استحالة نجمع بين الاتنين. لما انا اقول هنا العباره اللي قدامي او الحجه اللي قدامي دي، ان اخترت ان مجدي بيلعب كره قدم، اخترت حاجه واحده بس، وان مجدي ملهوش دعوه بكره السله، يبقى هنا بالنسبه لي دي حجه صحيحه. حجه ايه؟ صحيحه وفق قواعد المنطق، وان انا كنت عايز الفصل القوي. ركز معايا، اذا كانت المقصود في المقدمه الاولى دي داله استبعاديه او فصل قوي، يعني اختار كرة القدم او لاعب سلة وانا اخترت ان هو بيلعب كرة قدم ملوش دعوة بالسلة، يبقى الحجة دي صحيحة لاني طبقت الفصل القوي. الفصل القوي بالدالة الاستبعادية استحالة الجمع بين البديلين. لكن لو انت جيت استخدمت وكنت فاكد او بتتكلم على ان ده فصل ضعيف، يبقى الحجة دي غلط، يبقى اسمها مغالطة الفصل. ليه؟ أنا قلت لك الفصل الضعيف ممكن إن مجدي يكون لاعب كرة وممكن يكون كمان لاعب إيه؟ سلة. الفصل الضعيف شمولي، ممكن الجمع بين البديلين في آن واحد. هو بيحب كرة السلة وبيتدرب على كرة القدم، وهاوي كمان كرة الإيه؟ السلة، بيلعب لعبتين. يبقى أنا هنا قال لي دي مغالطة الفصل. ليه؟ لأن في المنطق بيتبع الايه، او بنستخدم دايما الفصل الضعيف، وبالتالي سماها مغالطة الفصل. ليه؟ لان لو انا كنت قاصد الفصل الضعيف هنا غلط. ليه الفصل الضعيف؟ ركز معايا، قلنا يمكن الجمع بين البديلين او احد البديلين، لك مطلق الحرية تجمعهم مع بعض او تختار واحد منهم. هنا فصل لي، هنا فصل، قال لي مجدي لاعب كرة قدم وليس لاعب كرة سلة، يبقى أنا اخترت حاجة واحدة، يبقى ده فصل قوي. بس هنا بيقول لي مغالطة الفصل، يقصد بيه مغالطة الفصل الشمولي اللي هي الدالة الشمولية، يبقى هنا فاسدة، لأن مجدي قد يكون أكثر من إيه؟ من لعبة بيلعبها في آن واحد. يبقى مغالطة الفصل، أنا عندي نوعين من الفصل، فصل قوي وهو دالة استبعادية بختار حاجة واحدة، والمثال اللي مدهوني إن أنا كده صح، اللي هي أساس دالة استبعادية. بس هو بيقولني مغالطة الفصل، هو يقصد بيها هنا مين؟ الفصل الضعيف. الفصل الضعيف قال لي يمكن الجمع بين أكثر من بديل في آن واحد، وهنا أنا اخترت واحد بس، يعني استحالة الجمع بين البديلين، يبقى دي اسمها مغالطة الفصل لأني خرجت عن الفصل الضعيف. يبقى أنا كده
خدت المغالطات السورية اللي أنا اتكلمت عليها وقلت عندي مغالطة أول حاجة إثبات التالي، مغالطة إنكار المقدم، مغالطة الفصل. وعرفنا عندنا نوعين من الفصل، فصل قوي استبعادي استحالة الجمع بين البديلين، فصل ضعيف يمكن الجمع بين البديلين. هنبدأ ناخد الجزئية الثانية، المغالطات الغير سورية، ودي خاصة بالمال إيه؟ بالاستدلال الاستقرائي. ماله استدلال استقرائي؟ يعتمد على الواقع الخارجي، يعتمد على المضمون. المغالطات دي إحنا بنمارسها في حياتنا نتيجة غموض اللغة، عدم الانتباه للموضوع اللي إحنا بنناقشه، عدم التعلق بالموضوع. طيب إيه المغالطة دي؟ أول حاجة قال لي مغالطة الحجة الشخصية أو التجريح الشخصي. أنا بهاجم شخص وبدل ما ناقشه واتحاور معاه واكلمه، أنا بسفه منه أو بنقده أو بهاجمه. إحنا يمكن خدناها في سنة أولى اللي هو الحوار السلبي. الحوار السلبي إن أنا هاجم الشخص اللي قدامي. أول ما أجي أتكلم عن حاجة معينة أقول لا لا لا، ده ما بيفهمش، أنت ما بتفهمش، أنت كذا، أنت أكيد واخد كذا، أنت لا. يعني يجي واحد بيتكلم في موضوع يقول له انت غلطان، غلطت في زمانك، يقول له انت شكلك عشان عندك مصلحه ليه، ما انت لو ما كانش ليك مصلحه او منفعه ما كنتش تقف معاه. انا عملت ايه؟ انا غلطت فيه، انا جرحته. بدل ما نقول ان الحوار بناء وان هو عايز يصلح بيني وبين صديقي او بيني وبين زميلتي، انا رحت جيت جرحتها وقلت لها عشان انت ليكي مصلحه عندها فانت عايزه ايه؟ عايزه تمشي الامور، عايزه تطلعيني انا اللي غلطانه، يبقى انا جرحت فيها. يعني حوار سلبي. يبقى المغالطة أو مغالطة الحجة الشخصية أو التجريح إن أنا هنا بسمع أو برفض سمع آراء الآخرين، كلام الآخرين، حوار سلبي، بسفه الشخص اللي قدامي. قال لي لو جينا قلنا بتطلب من شخص إن أنت تقيم عالم عن الآثار السلبية لبناء دولة أفريقية لسد النيل، فيقول العالم ده إن هو تقاضى رشوة. لما يجي واحد يقول ده بيتكلم كلام كده، بيتكلم بيقول ممكن ما بيأثرش او الكلام ده كله، يروح يقول لك لا ده متقاضي رشوه، ده مرتشي، ده هو واخد، ده هو ما عندوش انتماء لوطنه. يبقى ايه اللي حصل؟ انا بسفه الشخص اللي قدامي، بحوله لحوار سلبي، ودي مغالطه. لان هنا المنطق او الواقع الخارجي ان انا ملت ان انا اتمسك برايي وارفض الاراء الاخرى، وهنا ده حوار سلبي. بدل ما نتحاور مع بعض ونوصل للراي الصواب ودي تبقى صحيحه، هنا بتمسك برأيي واغلط في الشخص اللي قدامي واجرح في الشخص اللي قدامي. يبقى دي أول مغالطة، مهاجمة الشخص ورفض آراءه تماما، بدل ما ناقشه، بدل ما اتكلم معاه وبقى مناقشة بناءة، حوار بناء، هيبقى حوار سلبي قصده تسفيه وتجريح الشخص اللي قدامك والتقليل منه. دي المغالطة الأولى. المغالطة الثانية الاحتكام للجماهير. إن أنا ما يكونش عندي استقلالية في الفكر، تبعية لغيري. في المنطق بيقول لي إن بيعلمني إن أنا يبقى عندي نوع من أنواع الاستقلالية وحرية الفكر وعدم تبعية آراء الآخرين، ولكن إحنا هنمشي زي ما الناس بتقول أنا ماشي وراهم، تابع وراهم. يعني أنا دلوقتي اي حد يقول لي مثلا ده انا عايز اشتري حاجه معينه، يقول لي ده الناس كلها مشترياها والناس كلها بتشكر فيها والناس كلها بتقول عليها ممتاز، انا باخدها عشان الناس كلها بتشكر فيها. لما تروح تشتري حاجه من بياع او تساله على حاجه معينه يقول لك ده انا جبت الحاجه دي، جبتها وخلصت والناس بتقبل عليها كتير، ومن كتر ما انا مش ملاحق على ان انا كل شويه اطلب من التاجر ان هو يجيبها لي، فانا بروح اشتري الحاجه دي بناء على ان كتر الناس اللي بتاخدها، على الرغم ان انا اروح البيت الاقيها اساسا مش سليمه او حاجه مش مضمونه او حاجه مش كويسه اصلا، واستخدامها ما كملش حاجه وباظت، ولكن انا مشيت ورا ان الناس كلها متابعاه، فانا مشيت ورا كلام الناس، ما بقاش عندي استقلاليه، ما بقاش عندي حريه الفكر، ما عنديش قدره على اتخاذ القرار، بقيت تابع للاخرين. يبقى مغالطة الاحتكام للجماهير هي مغالطة نتيجة إظهار إن عند إقناع الآخرين بشيء إن معظم الناس بتعتقد بإيه؟ بصدقه. كان كثير من الناس بيعتقد إن الأرض مسطحة، طلع مش صح، هي الأرض بيضاوية.
يبقى انا هنا بقول الاحتكام للقاعده العامه للجمهور. في نيامه ناس كتير متبقاش عارفه الحاجه دي، تروح تسال يقول لك ده الناس كتيره بتشتريه. عايز اروح اشتري موبايل، يروح هو يطلع لك موبايل كده يقول لك الناس كلها بتتلهف عليه، الناس كلها بتدور عليه، ده انا بطلعه بس للناس المعارف، وهو ممكن يكون سيء جدا وفي مشكله وان في ذاكره او الرامه بتاعته ضعيفه او الكلام ده كله، ولكن انت عشان كل الناس بتقبل عليه، كل الناس بتحكي عليه، فانت بتاخد ايه؟ بتاخده بناء على اراء الغير. يبقى بالتالي كده انا بقيت تابع للغير. مغالطه التجريح الشخصي، الحوار السلبي، ان انا اجرح الشخص اللي قدامي، اسفه من الشخص اللي قدامي. المغالطه الثانيه قلنا الاحتكام للجماهير، انا ابقى شخص بتبع ماشي بمبدا التبعيه وليس الاستقلال الفكري اللي بيدعوني المنطق للتفكير المنطقي، ان انا اعتمد على قواعد المنطق وما اقبلش اي فكره غير لما اتاكد مدى مصداقيتها. انا بتابع اراء الجماهير، ما يتماشى مع الكل يتماشى معايا. يبقى انا كده تابع، ودي مغالطه لان انا كده بطبقت مبدا التبعيه وليس الاستقلال الفكري وحريه الفكر. الاحتكام للشفقه، هنا الوقوع في العاطفه، مغالطه الحكم بالعاطفه، الغي عقلي وشغل العاطفه. انا طلقت على سبيل المثال حرامي مثلا بيسرق بيت، بعد ما مسكوه الناس قعد يعيط ويقول يا جماعه انا كنت جعان وهموت من الجوع، وانا بيتي ما فيهوش فلوس وعيالي هيموتوا من الجوع وامي عيانه بتموت، وانا لولا كده وما فيش شغل ومش لاقي شغل، وعمال يعيط ويقول لولا ان انا كده ولولا ظروفي، لولا ان انا لجأت للسرقه، لكن انا مش حرامي وانا كويس جدا والظروف حكمت عليا كده. يروحوا الناس يقولوا خلاص سيبوه، بدل ما تحبسوه ده عنده عيال وبيت وعنده ناس عيانه ومريضه والكلام ده كله. ويروح الناس ايه سايباه، نتيجه مين؟ العاطفه، نتيجة تغليب العاطفة على العقل، ويرجع بعد كده يفوجئه بعد كده بعد فترة إنه هو قتل واحد أو عمل حاجة، يقول لك ده مجرم ولا عنده بيت ولا عنده أسرة ولا عنده الكلام ده كله. قال لي مغالطة الاحتكام إلى الشفقة، أنا حكمت من حيث العاطفة ولغيت عقلي، على الرغم إن هو لص والمفروض يتحاسب ويتحاسب عشان القانون، لأني أنا بحكم للعاطفة خليته يتمادى في الإجرام وعمل يعمل جرائم اكتر. ايضا الطالب، لما يجي واحد طالب انا عملت خليته طلب عمل لي بحث، والبحث ده لقيته غلط حاجات غلط كتير، يروح يقول لي ده انا في مشاكل في البيت وانا مش هقدر اعيده، ده انا الفلوس ده مامتي استلفت لي فلوس من الجيران، وانا عندي مشكله وبابايا تعبان وبابايا قاعد من الشغل ومفيش فلوس معانا ومفيش مش عارف. وفوجئ في الاخر ان هو بيصرف بره وعمال ياكل ويشرب، وان مفيش من الكلام اللي هو قاله خالص، بس انا صعب عليا واتحكمت حكمت على الموقف اللي قدامي بالعاطفه ولغيت عقلي تماما، وبالتالي طلع حكمي خطا، ان انا لو كنت عاقبته او قلت له يعيد ايه البحث كان عاده بدل من ان انا سمعت الشر. زي ما يجي طالب يغش في الامتحان ويقعد المراقب يمسكه يقعد يعيط ويقعد يقول له انا مش هعمل حاجه تاني، انا احترت في السؤال، انا مذاكر ونسيت وانا مش عارف ايه، وهو اساسا ما فتحش الكتاب، يصعب عليه ويقول لك عشان مستقبله عشان كذا ويروح ايه يسيبه. يبقى احنا هنا بنقول الاحتكام الى الشفقه يقصد بها العاطفه والميول والغاء العقل. قال لي عندنا المغالطه الاخيره رجل القش، انا دلوقتي هشوه خصم او الخصم اللي قدامي. دايما بيعملوها في الناحيه السياسيه، او لما يكون في شخص كويس في مكان معين نروح نرمي الاشاعات والاراء ونبدا نهاجمه عشان خاطر نبقى نشوه صورته قدام الناس. كل لما يحصل اي حاجه اي مشكله موجوده في المجتمع نحط كلمه المؤامره ونحط نجيب ايه بعض الاسباب وبعض الحاجات الهجوم عشان نبدا نهاجم الشخص اللي قدامنا، نقلل من الشخص اللي قدامنا ونضعف موقف الشخص اللي قدامنا في المجتمع، ودي بتبقى الغايه تبرر الوسيله، نظام المؤامره او نظام ان انا اجيب ماهوش دليل خالص ولكن الاشاعات، وكتر نشر الاشاعات على الشخص
بيقلل وبيبدأ الناس يتداول هذه الآراء، ودي بتبقى مؤامرة ممكن تضرب يعني مصانع. ممكن مصنع يقول لك إن هو بيستخدم مواد غير سليمة، مواد صناعية، بيستخدم بعض الحاجات الكيماوية اللي موجودة، ويبدأ ينشر الخبر، يبدأ ينتشر الأخبار، تبدأ تنتشر بين التجار، ويبدأ عدم إقبال التجار على هذا المصنع، ويتم تشويهه وصاحب المصنع نتيجة المؤامرة دي. هو محوش أي دليل، ولكن انتشار الأخبار نفسها، واسمها رجل القش لأن محوش دليل يثبته، ولكن هو مارس نظام المؤامرة، نظام الإشاعات، عشان يشوه الخصم اللي قدامه، عشان ينهي على الخصم اللي قدامه. يبقى أنا هنا عندي مغالطات غير صورية، ودي بطبقها في الواقع الخارجي نتيجة احتكامنا للعاطفة، أو نتيجة إن إحنا ما عندناش استقلال فكري، أو إن إحنا نحتكم للكل ونمشي ورا الكل، أو إن إحنا ما يبقاش عندنا دليل ولكن نهاجم الشخص. والتجريح الشخصي قلنا إن إحنا حوار سلبي هدفه تسفيه الشخص اللي قدامي والتمسك بفكري. يبقى أنا خدت مغالطات صورية، ودي خاصة بقواعد المنطق، مغالطات غير صورية خاصة بالاستقراء والواقع الخارجي. هنبدأ آخر جزئية معانا، المماثلة الكاذبة، مغالطة المماثلة الكاذبة. قال لي إن إحنا نقارن بين شيئين ونلاحظ أوجه التشابه بينهم. هو المفروض المماثلة الصح إن هو وجود تشابه أو تناظر بين أمرين. يعني إيه التناظر أو التشابه بين أمرين؟ أنا هوضح أمر غير مألوف بالنسبة لي عن طريق الإيه؟ صفات مألوفة. يعني أنا لما أقول سمك البوري وسمك السلم، هقول إن سمك، أنا ما أكلتش سمك البوري، فبقول إن هو شبيه، يجي صديق لي يقول لي ده هو شبيه بالسمك السلمون بنفس الخصائص، يبقى أنا هنا تشابه. هو ده الصح، التشابه أو المماثلة في المنطق هو التناظر بين أمرين، أو توضيح شيء غير معروف بالنسبة لي بالرجوع لشيء آخر له نفس الصفات أو نفس الخصائص. المغالطة بقى في المماثلة الكاذبة إن أنا آخد حاجة لما أجي أبص عليها ملقاش فيها أي تماثل أبدا. يعني بمعنى أصح، مثال تقول هناء: يجب أن يسمح مدرس الفلسفة باستخدام الكتاب الخارجي للبحث عن الأسئلة والتشاور فيه. المفروض الكتاب الخارجي لما أجي أقارنه بكتاب المدرسة ده مختلف تماما. ما ينفعش أقول إن الكتاب الخارجي شبه كتاب مدرسة. ليه؟ لأن ده كتاب مصرح من الوزارة، لكن الكتاب الخارجي غير مصرح من كتاب الوزارة. وعمر ما أقول إن الكتاب الخارجي هو كتاب المدرسة. حتى لما بتيجي في امتحان آخر السنة يقول لك يصرح للطالب بالكتاب المدرسي، لكن ما قالكش يصرح بالكتاب الخارجي. يبقى لما شبه الكتاب المدرسي بالكتاب الخارجي هنا مماثلة كاذبة. أمال المماثلة الصحيحة هو التشابه بين أمرين. قال لي لما أجي أقول إن أنا بسمع كلام أصدقائي، وإن أصدقائي دولت زي كلام الأب والأم بالظبط، هنا مفيش تشابه. الأب والأم حاجة، وكلام الأب والأم ورعيتهم ليك حاجة، وكلام أصدقائك ده حاجة تاني. أصدقائك دول ممكن يودوك للسوق، ممكن يودوك لمشاكل، لكن استحالة إن أنا أقول كلام الأصدقاء هو نفس كلام الأب والأم. يبقى هنا كلمة نفس هو بالذات، لا، هو مفيش هنا بالذات. المغالطة أنا بقول بشبه كلام الأصدقاء بكلام الأب والأم. هنا التشبيه هنا خطأ. استحالة إن نفس كلام الأصدقاء هو كلام الأب والأم. كده انتهينا النهاردة من منهج المنطق الفصل الدراسي الثاني. هنبدأ مع بعض مجموعة الأسئلة. إذا أمطرت السماء ابتلت الأرض. أمطرت السماء، إذن ابتلت الأرض. تشير الحجة إلى مغالطة إثبات التالي، مغالطة إنكار المقدم، إثبات المقدم، إنكار التالي. لما أجي أحل حاجة زي كده في الامتحان نركز مع بعض. إذا أمطرت السماء ابتلت الأرض. أمطرت السماء، اكتب معايا مقدم، ابتلت الأرض، تالي. بدأ بمين؟ أمطرت السماء، مقدم، إذن ابتلت الأرض، تالي. تشير الحجة اللي قدامي، ركز معايا، الحجة اللي قدامي دي مغالطة ولا حجة صحيحة الأول؟ أسأل نفسي، أنا بدأت بالمقدم نزلت بالتالي،
القاعدة الصح اللي احنا خدناها، قلنا إثبات المقدم يترتب عليه إثبات التالي. يعني الحجة اللي قدامي دي حجة صحيحة، يبقى ما ينفعش أقول عليها ولا مغالطة إثبات التاني ولا مغالطة إنكار المقدم، لأن مغالطة إثبات التالي هبدأ بالتالي الأول، هي ابتلت الأرض إذن أمطرت السماء، لكن هنا أنا بدأت بمين؟ بدأت بأمطرت السماء ابتلت الأرض، يبقى الحجة اللي قدامي اسمها حجة إثبات المقدم، ودي حجة صحيحة، لأن في المنطق بيقول لي إثبات المقدم يترتب عليه إثبات التالي، يبقى هنا إثبات المقدم يشير إلى الحجة، ما قلتش مغالطة، أنا بقول حجة صحيحة. إذا أمطرت السماء ابتلت الأرض، ابتلت الأرض، إذا أمطرت السماء، يلا معايا، ابتلت الأرض دي إيه؟ تالي، إذا أمطرت السماء ده إيه؟ مقدم. مغالطة إثبات التالي، مغالطة إنكار المقدم، إثبات المقدم، إنكار التالي، ركز معايا. هنا أنا بدأت بالتالي، إذا أمطرت السماء، طب هي ابتلت الأرض، هل شرط ابتلال الأرض، الأرض مبلولة معناها إن المطرة مطرت؟ قالي لا، إثبات التالي لا يترتب عليه إثبات المقدم، يعني هنا دي إيه؟ مغالطة، أنا بدأت بمين الأول؟ بالتالي يعني أثبتت التالي، يبقى هنا مغالطة إثبات التالي. القاعدة الصحيحة من شوية قلناها إثبات المقدم يترتب عليه إثبات التالي، هنا أنا عكست القاعدة، عملت خلل في قاعدة المنطق، بدأت بالتالي نزلت بمين؟ بالمقدم، يبقى دي اسمها مغالطة إثبات التالي، بدأت بالتالي نزلت بالمقدم، لكن القاعدة الصح مين؟ إثبات المقدم يترتب عليه إثبات التالي. إذا أمطرت السماء ابتلت الأرض، لم تبتل الأرض، إذا لم تمطر السماء. تعال نشوفها مع بعض قبل ما نشوف الاختيارات. إذا أمطرت السماء، أمطرت السماء ده إيه؟ مقدم، ابتلت الأرض تالي، لم تبتل الأرض، أنا نفيت مين؟ نفي التالي، اكتب جنبيها نفي التالي، إذا لم تمطر السماء، نفي المقدم، الأرض مش مبلولة لأن السماء ما مطرتش، يبقى إيه اللي حصل هنا؟ قال لي لو جينا بصينا القاعدة دي قاعدة صح، أنا نفيت بمين؟ نفيت التالي، نزلت بنفي مين؟ المقدم، قال لي القاعدة الصحيحة في المنطق بتقول لي نفي التالي يترتب عليه نفي مين؟ المقدم. يبقى دي مغالطة إثبات التاني؟ لا، أنا نفي مين؟ نفي التالي، نزلت بنفي مين؟ المقدم، القاعدة الصحيحة بتقول لي إيه؟ نفي التالي يترتب عليه نفي المقدم، مغالطة إنكار المقدم، إثبات المقدم، إنكار التالي، يبقى هنا عندي قاعدة مين؟ إنكار التالي، ودي حجة هنا صحيحة، لأن في قاعدة في المنطق بتقول لي إنكار التالي يترتب عليه إنكار المقدم. إذا أمطرت السماء ابتلت الأرض، لم تمطر السماء، إذا لم تبتل الأرض، تشير الحجة إلى هنا أمطرت السماء ابتلت الأرض، مقدم وتالي، لم تمطر السماء، نفيت مين هنا؟ نفيت المقدم، إذا لم تبتل الأرض، نفي التالي. طب لو السماء ما مطرتش هل معناها ان الارض ما تبلتش؟ ما ممكن تتبل، حد يرش ميه، يبقى هنا ايه اللي حصل؟ انا عكست هنا، انا نفيت المقدم نزلت بنفي مين؟ التالي، مع ان القاعده بتقول لي نفي التالي يترتب عليه نفي المقدم، يبقى انا بدات بمين؟ انكار المقدم، هنا هتبقى مغالطه لان انكار المقدم لا يترتب عليه انكار التالي. بكده النهاردة احنا انتهينا من اخر جزئية معانا في المنطق وهي المغالطات، وعرفنا ان احنا عندنا نوعين من المغالطات، مغالطات سورية خرجت عن قواعد المنطق، مغالطات غير سورية خاصة بالواقع الخارجي، ودي استخدمناها نتيجة احتكامنا للعاطفة، نتيجة تجريحنا للأشخاص وعدم اتباع حوار إيجابي،
أو عندنا استخدام مماثلة خطأ غير صحيحة، أو عندنا رجل القش وهي المؤامرة وتشويه الخصم اللي قدامي، أو عندنا مغالطة الاحتكام للجماهير، عدم الاستقلال الفكري والتفكير وتبعية الآخرين، ومغالطة السلطة إن أنا أنفذ كلام شخص ذو نفوذ سياسي أو اقتصادي. بالتالي أنا انتهيت النهاردة من آخر جزئية في المنطق. أتمنى إن أنا أكون قدرت إن أنا أوصل المعلومة، وإن كنت قدرنا نكتب بعض الملاحظات. كان معكم النهاردة الأستاذة شيرين ويليام، موجه بالتربية والتعليم بسوهاج. أتمنى لكم التميز والتفوق والنجاح، وكل سنة وأنتم طيبين.